وفي بريطانيا قلق من شح بعض الأغذية عقب دخول قواعد جمركية أو قواعد جمركية جديدة حيز التنفيذ، حيث تستورد البلاد 30% من إمداداتها من الغذاء من أوروبا. قد تعاني بريطانيا من شح هذه المنتجات في الأيام المقبلة. المملكة المتحدة التي تستورد ما يقرب من 30% من إمدادات الغذاء من أوروبا ستتأثر بقواعد جمركية جديدة إثر خروجها من التكتل. القواعد تلزم المستوردين بتقديم إخطار قبل يوم من وصول منتجاتهم إلى المملكة. وفق صحيفة الغارديان، فإن مجموعة تضم 30 هيئة تجارية وتمثل 100 مليار جنيه استرليني من إمدادات الغذاء، ترى أن القواعد قد تمنع شركات أوروبية من استمرار التوريد. هيئات غذائية كبيرة حذرت من أن تأخير التصدير ليوم واحد قد يؤدي إلى خسارة 20% من تاريخ صلاحية الأغذية، ما يجعلها غير قابلة للبيع. يأتي هذا بينما ستفرض الحكومة ضوابط جمركية جديدة على بعض المواد الغذائية والنباتات نهاية إبريل المقبل. ومن جهة أخرى تتوقع الحكومة زيادة في تكاليف التبادل التجاري مع أوروبا بنحو 330 مليون جنيه استرليني سنويا، ما سيؤدي إلى زيادة في أسعار المواد الغذائية بنحو 20% على مدى 3 سنوات. تستمر تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خاصة في الملف الغذائي، وسط ذلك تكثف الحكومة مساعيها لزيادة الإنتاج الزراعي من خلال خطة حكومية أعلنتها الشهر الماضي تهدف لإنتاج محلي بنسبة 60% بدلا من الدعم الزراعي الأوروبي. وقبل عام كانت الحكومة قد خصصت منحا بأكثر من 168 مليون جنيه استرليني لدعم المزارعين وإنتاج الغذاء. براء العزاوي، المشهد، لندن.